من بعض قطع النفايات الصناعية التي جمعها وأخرى من مهملات أعماله الفنية، بدأ رافي يدليان عمله لإنتاج لوحة فنية من توقيعه. دخل هذا النوع من الفن الحديث في أعمال عدد من الفنانين الشباب. مفهومه بسيط، تحويل القبيح إلى عمل جميل. نحن كفنانين دورنا نفرجي للعالم والمجتمع انه كيف فينا نتطلع بالقطع يلي اجمالا منكبهم او ما لهم عازه عنا بطريقه مختلفه ونخلق منهم قطعه فنيه او قطعه عمليه حتى فينا نستعملها لغير اشياء بحياتنا اليوميه. فافكار هذا الشاب حولها بعد اسابيع من العمل الى هذه اللوحه. افكاره الفنيه حولت النفايات الصناعيه الى عمل فني مبدع يعرض في صالة فخمة وسعره يقارب 20,000 دولار. إيهاب العقدي، الجزيرة، بيروت.